يا اهلا بحضراتكم عوده من جديد لحلقه النهارده من 10 الصبح في الاهلي، والفقره اللي هينورنا من خلالها كابتن احمد عبد الفتاح، واحد من اهم نجوم النادي الاهلي السابقين، واللي طبعا هنتكلم معاه في كتير جدا من التفاصيل المتعلقه بالقادم ان شاء الله في رحله ومشوار النادي الاهلي. صباح الفل عليك يا كابتن، اهلا بيك. صباح الخير. صباح العسل. صباح الخير على جماهير النادي الاهلي وعلى قناه النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي. في حزن صح؟ في حزن اكيد، اي هزيمه وراها حزن طبعا. طبعا، بس احنا بقى مش هنحزن وبس، احنا عايزين نحزن وعايزين في نفس الوقت نعرف احنا ليه حصل ده معانا. يعني سان داونز احنا يمكن كنا بنتكلم في 10 الصبح، كان تحديدا عن برنامجنا، يعني كنا عندنا امل، كنا بنقول لا النادي الاهلي هيسيب بصمه، سان داونز همه في الاول وفي الاخر ان هو يحافظ، ان هو يدافع، ان هو ما يخليش الاهلي ان هو يفوز، ولكن ما كناش متوقعين مثلا لعب مفتوح او جيم مفتوح، ده كله قلناه. ولكن على الارض بتشوف الوضع كان عامل ازاي، وتقييمك، انا هتكلم مش سان داونز، انا هتكلم عن نفسي، عن النادي الاهلي. اكيد في عوامل كتير وصلتنا للنتيجه دي، يعني اجهاد لمعظم لعيبه النادي الاهلي. مش عايزين ننسى ان احنا لعبنا مباراه صعبه جدا قبل ما نروح سان داونز، وتلاحق المباريات، وفي معظم اللعيبه بتلعب عدد كبير جدا من المباريات، اذا كان اللعيبه الدوليين مثلا، بتكلم عن عمرو السوليه، حمدي فتحي، 7 مباريات في بطوله افريقيا، وجم مباراه دوري، ماتشات افريقيا. اللعيبه دي ظهر الاداء، انا شايف مثلا عمرو السوليه من اللعيبه ادائها بيبقى جيد جدا مع النادي الاهلي، وترمومتر النادي الاهلي، لما بيكون اداؤه كويس ده بيرجع اداء النادي الاهلي وادائه. عمرو السوليه كان مجهد جدا في المباراه، لعيبه جدا، لعيبه النادي الاهلي مجهده، جايين بعد مباراه صعبه جدا وضغط عصبي جدا، بيلعب بيراميدز طبعا، والنتيجه 3-0 وضغط عصبي، بتلعب المركز الثاني، عايز تتربع على القمه، عايز طبعا ترتاح، وبعديها على طول يومها بتسافر بالليل عشان تروح تلعب سان داونز. سان داونز فعلا ماتش صعب جدا برده، جاي من خساره سان داونز، رايح هناك عايز تاخد، نقول اول لعيبه النادي الاهلي بتبقى عندها غيره شويه ان هي تاخد طرها بلغه الكوره، لكن المباراه كانت صعبه. وقت كمان المباراه 3 الظهر دي، احنا لعيبه النادي الاهلي مش متعوده انك تلعب في الوقت ده. درجه الحراره كانت كويسه، لكن برضو اللعب في التايم ده لعيبه النادي الاهلي مش متعوده عليه. حاجات كتيره وصلت ان احنا ادائنا في المباراه بالشكل ده، بس برضو يعني اخطاء غريبه جدا، من الصعب ان فرقه النادي الاهلي وخبرات النادي الاهلي يجي فيك هدف من ضربه ركنيه. يعني التنظيم الدفاعي في الضربات الثابته مهم جدا، وده يعني بخبرات لعيبه النادي الاهلي ولاعيبه منتخبات ولاعيبه كبار، يجي فينا جون بالشكل ده، ده كان الغريب. ده بيرجع لايه؟ الاجهاد والتعب والتركيز بيقل، فعشان كده المباراه وصلت بالشكل ده. طيب طبعا احنا يعني ايا كانت الاسباب والخلفيات، بس احنا الى حد ما حطينا نفسنا في وضع ما كناش نفضل قوي ان احنا نكون فيه. يعني كنا حابين اكيد ان يبقى كيس مختلفه كتير عن اللي احنا بنتكلم عليه. احنا دلوقتي الامر الواقع اللي احنا عايشينه ان احنا عندنا ماتشين والاثنين اهم من بعض. بطبيعه الحال البدايه هتكون مع المريخ، وبرضو اكيد اللقاء مش هيكون بالسهوله اللي البعض ممكن يتخيلها، بدليل ان اللقاء الاولاني اللي احنا فزنا فيه 3-2 والى حد ما بصعوبه، ده برضو ايه ما يطمنكش قوي على اللي جاي، لان في ناس عارفه ان النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وبالذات لما يكونوا محطوطين تحت ضغط، لا بيولعوا الدنيا اكيد، بس ما في برضو مساحه لاي ضربات قدريه غير متوقعه. فانت شخصيا شايف اللي جاي عموما عامل ازاي، وبصفه خاصه نقطه البدايه بالنسبه لنا حاليا هي مباراه المريخ، شايفها هتبقى ماشيه ازاي؟ اكيد طبعا كل الامور وارده في كره القدم. انت لعيبه النادي الاهلي او فرقه النادي الاهلي هي اللي حاطت نفسها في الموقف ده، بس اتحطينا في موقف زي دي كتير قبل كده. خبرات لعيبه النادي الاهلي خارجه قادره انها تخرج بره القصه دي خالص بالفوز بالمباراتين الجايين. بتلعب فرقتين من دوله السودان، محترمي طبعا دوله السودان. انا الموسم اللي قبل اللي فات كنت ماسك مدرب الهلال السوداني تمام مع كابتن حمد صدقي، وكنا بنلعب في مجموعه برضو النادي الاهلي. كانت الفرقه كانت جيده جدا. فرقه الهلال السنه دي مختلف، انا شايف ان هي مش على قد المستوى المطلوب. المريخ افضل، وده اللي بان في المباراه اللي كانت بتلعبنا هنا. مظبوط. بس برضو لو تفتكر احنا كنا كاسبين 2-0 والماتش كان
عادي جدا، بس احنا الثقه الزياده هي اللي دخلت في المباراه بالظبط، حصل نتج تراخي عنه الهدفين دول بالظبط كده. في حاجه تانية برضو، كان خط دفاع النادي الاهلي كان، انا شايف ان محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، انا شايف ان الاثنين كان اول مره يلعبوا مع بعض، كان في بعض الاخطاء بتحصل من النقطه دي، لكن انا شايف بعد عوده ايمن اشرف، عوده ياسر محمد عبد المنعم، عندك من المساحه ان تقدر تشتغل وتختار اللعيبه اللي تكون مميزه في المباراه ان شاء الله. طيب معلش يعني انا عايزه برضو اروح مع حضرتك لنقطه، لان دي مش هتكون اول ولا اخر مره، ولسه عندنا جاي ماتشات كتيره جدا مهمه، وهيبقى الموضوع ده كومن، يعني هيبقى الموضوع ده مستمر معايا، ان انا عندي اجهاد وعندي ضغوطات وعندي وعندي وعندي. هل انا هقدر او حدي لنفسي الحق ان انا كل ماتش مش هادي فيه الشكل المرجو، ان انا اقول عشان انا مضغوط وعلشان انا عندي تعب وعلشان وعلشان، ولا حضرتك شايف برضو ان انا لو كنت بلعب بشكل معين باداء معين بفكر معين على او تاكتيك معين ممكن الموضوع برضو كان يختلف او يؤثر في النتيجة؟ يعني خلينا نبقى صرحة واحنا بنتكلم معلش يا كابتن، انا عارفة حضرتك صريح وكل حاجة، بس احنا عايزين ننقل الصورة بشكل حقيقي، يعني كما هو زي ما بيتقال من غير مجاملات. ما هي دي المشكلة اللي قابلتنا السنة اللي فاتت، لعيب الكرة ده بني ادم، مش آلة، آلة تفضل شغالة مش بتتعب، ده المكن بيريح يعني حتى لو مكنة بتريح. احنا السنة اللي فاتت نتج عن هذا الإجهاد ان احنا خسرنا بطولة الدوري، كنا راجعين بطولة افريقيا كاس عالم الانديه، خسرنا بعض النقط في مباراه صعبه جدا. أيوة. تكون متفوق وبعدين نتيجه الاجهاد الفرقه ترجع للتعادل، خسرت بنقط كتير جدا. احنا عايزين نتلاشى الاخطاء دي السنه دي، بس برضو لعيب الكوره ده بني ادم. الضغوط اللي على اللعيبه الفترات اللي فاتت بسبب الكورونا وتاجيل الدوري والغاء الكاس وحاجات كتيره، فدي برضو لعيب الكوره ما ينفعش يلعب كل 3 ايام ماتش 4 ايام ماتش. لعيبه النادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي المصري، بيراميدز بيلعبوا عشان اشتراكهم في بطوله افريقيا كل 3 ايام مباراه، يرجع من البطوله يخش على بطوله. لكن النادي الاهلي عنده سكواد من اللعيبه يقدر بشغل المدير الفني مستر موسيماني يقدر يعمل روتيشن للعيبه، يدي فرص للعيبه، وعندك مجموعه من اللعيبه كتير جدا، بس عنده برضو مشكله لما يجي يفكر يلعب لعيب جديد يدخله في وسط الفرقه، بيقعد يفكر هو بعيد عن المباريات، هبدا اديله شويه بشويه، فاللعيب بينزل برضه بعيد عن المباراه ومستواه مش على قد المطلوب زي اللعيب اللي رجليه في الملعب، فبرضه هو بيقعد يقيم، هو مستعجل عايز عينه على الثلاث نقط في كل المباريات، مش مستحمل يحط حد في وسط الفرقه واللعيب ده بقى دور اللعيبه الجداد او دور اللعيبه اللي هم مش بيلعبوا، لازم يكون جاهز في لحظه من اللحظات لما انزل ابقى اكون زي اللعيب الاساسي. يعني جت مثلا حسام حسن جات له فرصه المباراه اللي فاتت وبدا يخش، جات له فرصه بالعرضيه اللي عملها له معلول بدماغه، حسام حسن لو رجليه في الملعب وبيلعب على طول، لا حسام حسن كان جاب الكره دي هدف سهله جدا، لكن البعد عن المباراه لازم نديله العذر، ودي مشكله لعيب الكوره لازم برده يكون رجليه في الملعب، لازم ياخد ماتشات كتير وحساسيه التعامل مع الكوره. هي دي هي دي هي دي بالظبط كده، فدي برده هو المدير الفني بين شقين مش عارف يعمل ايه، يعمل الروتيشن ويدخل لعيبه جداد ويبدا يلعب مباراه مهمه جدا وصعبه جدا ممكن يخسر فيها، وممكن اللعيبه الجداد ما تبقاش على المستوى المطلوب، ولا يبدأ يلعب المجموعه ال 11 13 لعيب يفضل يلعب. مساله الروتيشن دي نتج عنها كتير من الناس كان عندها تحفظات في اللقاء الاخير في الماتش الاخراني للنادي الاهلي، كان في كتير من الناس عندهم تحفظات مبدئيا كده على التشكيل اللي ابتدى بيه موسيماني الفريق المباراه، وناس كان عندها تحفظات على التغييرات اللي حصلت يعني كتوقيت وكاختيارات. يعني مثلا في ناس قالت ليه عبد القادر ينزل متاخر للدرجه دي، يعني كان المفروض يبتدي بدري جدا بيه عن كده، فاهم ازاي؟ ففكرك ده حصل ليه، وهل فكرك ممكن يتكرر النوع ده من الامور في الماتشات اللي جايه؟ بس المدير الفني هو اكتر واحد، هو اللي في المطبخ، هو اللي عارف اللعيبه اللي عنده جاهزه. طب هو اللعيبه اللي عنده مصاب، عنده مصابات، عنده مثلا محمد هاني المباراه اللي فاتت غيابه اثر، بدا يدخل كريم فؤاد، بدا يلعب باك يمين. كريم فؤاد اول مباراه يلعبها مع النادي الاهلي كاساسي في مباراه صعبه جدا في سان داونز هناك، كريم فؤاد ظهر بمظهر جيد جدا، بس الاصابه اول نص ساعه جات له اصابه، فدخل طاهر محمد طاهر في المكان ده عدل الطريقه، بدا يلعب ثلاثه. هو المباراه فيها متغيرات كتير جدا، يلعب الاول 4-3-3، ولما جه فينا جون حاول الطريقه 4-2-3-1، وبعدين لعب 3-4-3، حاول كتير وحاول يغير في الطريقه، ورجع تاني في الاخر لعب 4-2-3-1
عشان كده هو الافكار وبشغل كمدير فني في الملعب بيبدا يفكر ويبدا يشتغل. فعلا احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا، وفي المباريات المفتوحه دي والفرق الكبيره بيبقى ليه دور، ليه دور مهم جدا، بس هو محتاج وقت شويه، احمد عبد القادر محتاج وقت اكتر شويه. وجوده هو قفشه في الملعب برده هو ليه عنده حسابات، دورهم الدفاعي مش زي حمدي فتحي، زي مش زي ديانج، زي السوليه، فوجودهم مع بعض واحد يلعب فيهم جناح وواحد يلعب تحت الفرود، هو المدير الفني اللي بيفكر. لكن فعلا احمد عبد القادر من اللعيبه المميزه جدا، كنت اتمنى انه ياخد وقت اكتر، حتى لو ياخد شوط كان هيبقى اداؤه احسن من كده، واداء النادي الاهلي بيتغير لما بيكون هو موجود. طب كابتن احمد، خلينا نروح شويه للدوري واداء الاهلي مع الدوري لحد دلوقتي، اعتقد رائع يعني، فعلا في رضا من الجماهير على الاقل عن الاداء وعن المشهد اللي الاهلي فيه حاليا، ولكن عندك توقف دولي وعندك مباراه السنغال مع المنتخب، فبرضو حاجه تقيله جدا ومرتقبه ومنتظرين فيها نتيجه، وما بتكلم هنا في الذهاب في القاهره، ففي ضغط يعني، في ضغط علينا احنا شخصيا مش على اللعيبه كمان. فبتشوف الاداء هل ممكن بقى ده يؤثر على الدوري وعلى الماتشات؟ احنا دلوقتي بنقول احنا متصدرين وفي يعني اداء رائع جدا، لكن التوقف والسنغال والمنتخب ومشاركه اللعيبه اللي عندك الدوليين، فهل هيختلف المشهد نقدر نقول؟ لا انا هو في حاجه مهمه جدا، مستر موسيماني السنه دي مركز مع الدوري اكتر شويه، او نقول لعيبه النادي الاهلي حاسين ان بطوله افريقيا خلاص بقت سهله بالنسبه لهم. خسارتنا للدوري السنه اللي فاتت دي مضايقه، اولا اللعيبه مضايقه مستر موسيماني، هو ما خدش الدوري مع النادي الاهلي، خد بطوله افريقيا، فتركيزه بالدوري السنه دي، هو حتى قالها كمان في تصريح، انا عايز اخد الدوري واللعيبه عايزه تاخد الدوري. فلقيت النادي الاهلي مركزه في الدوري، وحاسه ان المنافسه قويه جدا السنه دي، بيراميدز عنده مجموعه من اللعيبه جيده جدا، نادي الزمالك بعد استقطاب مدير فني طبعا جيد وتغيير الاداره الفنيه هيخش في المنافسه، فانا شايف المنافسه تبقى قويه جدا في الدوري، لعيبه النادي الاهلي مركزه مع الدوري. اتكلم في بطوله افريقيا، اللعيبه الدوليين عندنا مباراه مهمه جدا السنغال، وعندك مجموعه من اللعيبه منتخب كتير، عندك تسعه، فبرضو دي حاجه ضغط عصبي، اللعيب بيخرج من بطوله وتركيزه بطوله، يخرج على بطوله ثانيه بعد كده عمل منتخب، والله احنا تهنا اصلا يكون احنا ده احنا اللي بنتفرج طبعا احنا كجماهير، اللعيبه نفسه اللي بيبقى خارج من مباراه في بطوله، جاي من سان داونز، جاي هنا داخل على بطوله الدوري، خلاص الدوري راح على المنتخب، مباراه السنغال مباراه مصيريه للشعب المصري كله ولينا كلنا، ان احنا عايزين نوصل كاس عالم، حاجه مهمه جدا بعد خسارتنا لكاس افريقيا. فلعيب الكوره برده بيتحط على الضغوطات، ده وارد بقى ان المستوى يقل شويه، النتائج يحصل فيها مشكله شويه، لان لعيب الكوره مش هيفضل مركز في كل الماتشات، كل صعب نفسيا. وانا برضو عايز ارجع بقى لخبرات حضرتك الشخصيه في هذا الاطار كلاعب من اهم اللعيبه في جيل برضو كان مميز جدا من اجيال النادي الاهلي، التعامل مع هذا الكم من الضغوطات وفكره ان زي برضو ما كنت بتقول من شويه ان مثلا في اللقاء الاخراني للنادي الاهلي تم تغيير الطريقه اللي بيلعبوا بيها 3-4 مرات في الجيم الواحد، وبرضو سرعه الاستجابه للتغييرات اللي بتستجد لحظيا، هل المرونه دي لازم تكون من اساسيات اللاعب، فكره ان هو يتاقلم ويؤدي بنفس القدر من الكفاءه ايا كانت الطريقه اللي هو مكلف انه يلعب بيها؟ التعامل مع الشكل ده من اشكال المتغيرات والمستجدات والضغوطات بتعمل ايه؟ دي بتهيألي يعني بتاكل في نفسيه اللعيبه اكيد اكيد اكيد. انت بتتعامل مع مجموعه من اللاعبين ذو المستوى الاول، لعيبه النادي الاهلي لعيبه محترفه، لعيبه على اعلى مستوى، فعنده مرونه تكتيكيه، مرونه عاليه جدا في ادائه التكتيكي، ان هو يقول له العب ثلاثه، حمدي فتحي خليك في نص الملعب، وحمدي فتحي هو اللي بيغير الشكل، حمدي خليك في نص الملعب مع ديانج والسوليه، حمدي ارجع خش مساك مع عبد المنعم وايمن اشرف، وادي حريه المعلول اشتغل الجنب الشمال، كل دي المرونه التكتيكيه اللي بيعملها يمين اللاعب نفسه، والماتشات والمباريات ظهرت ان كذا لعيب بيلعب كذا مكان، فبيظهر انه من المدير الفني عنده الثقه انه يغير الطريقه وما يقلقش ان عنده اللعيبه اللي بتنفذ دي. لكن المباراه نفسها اي طريقه اي شكل، 11 لعيب في رجوله وجدعنه باي شكل واي طريقه بيعرفوا يكسبوا. مش بقول ان لعيبه النادي الاهلي كانت لا مش مفيش جدعانه مفيش، لا لعيبه النادي الاهلي انا بقول في مجموعه من اللعيبه مجهده شويه، ما دام اثر عليك في التركيز في الاشتراكات في القوه في ادائك في المباراه، اتمنى ان شاء الله
يكون في روتيشن الفتره الجايه لعيبه النادي الاهلي ولعيبه تقدر تاخد راحه شويه. بس الروتيشن هيبقى ريسكي يعني، اكيد. ما هي دي كل النقطه اللي كنا بنتكلم فيها دلوقتي، يعني عشان برضو احنا هنريح اللعيبه مثلا بتوع المنتخب، هيطلعوا المباراه صعبه ويجي جدا. ويجي بقى البعض ينتقد ده يعني، مع برضو هي دي هي حاجه يعني مرتبطه ببعض كله. ويمكن بالزبط. الفتره اللي فاتت برضو شاهدنا ده، بعض الانتقادات اللي مش هقول برضو كلها من جماهير النادي الاهلي، لا هي انتقادات من بعض الاستوديوهات التحليليه المختلفه والنقاد الرياضيين اللي بينتقدوا فكره هنا الروتيشن اللي موسيماني كان بيشتغل عليه. طب الراجل يعمل ايه برضو يعني؟ طب ما تيجي تشتغل مكانه يعني. لا هو لو جه مكانه هيعمل نفس اللي بيعمله ده. هي كده بس بس القعده اللي بره الموضوع يعني بيتقال اللي على الشط عوام، او الشط بقى انا لو نزلت هعوم وهعمل وهعمل، هو بينزل بيغرق. هو ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله، وما يكونش عندنا نفس التحفظات اللي كنا بنتكلم فيها كام يوم اللي فاتوا. نورتنا كالعاده، وان شاء الله نلتقي بحضرتك على خير قريب باذن الله. ان شاء الله. ميرسي جدا. نورتنا يا كابتن احمد والله. شكرا جدا. طيب هنروح دلوقتي لفاصل عشان نرجع ولهوالده ترجع لكم بقى مع دكتوره دينا ابو سعود، وحوار مهم حول موضوع مهم. ارجوكم تابعوا الفقره دي، خليكم معنا.